الاختصار موفد التلفزيون إلى الوضع محمد جمال. في أجواء نفسية ممتازة عادت عناصر المنتخب الوطني إلى الاستعداد والتحضير لمواجهة كوت ديفوار في الدور الثاني، وأمام ربح سعدان الوقت الكافي لذلك. يعني في البداية كان عندنا سيكل تاع يعني من مباراة مراوي مع مباراة مالي كانت عندنا سيكل تاع يومين فقط، من بعد مرينا من مالي إلى أنغولا في 3 أيام، ودرك عندنا 6 أيام. ست أيام أكيد باللي تبان باللي طويلة ولكن ممتازة لينا احنا. اللي أولا لنا الفترة الأولى تاع هذا الميكروسيك هذا استرجاع للراحة أكثر من مدة 3 أيام، وبعدين ننتقلوا مباشرة الأيام الأخرى باش نشتغلوا مباشرة، نطلعوا شوية هناك باش نحضروا مقابلة ضد الكوت ديفوار. روح التفاؤل بالعودة إلى الأداء والإقناع تجعلنا نطمئن على أحوال المنتخب الوطني، حتى ولو كان المنافس من العيار الثقيل يقوده مهاجم اسمه دروغبا. لا خوف ميروني دروغبا ميروني شنو كنت يبغوني حنا ان شاء الله باقي نكونوا ان شاء الله جاهزين ونفوزوا ان شاء الله. باغي نلعب المباراة جاية كما بغيت نلعب المباراة تاع أمس، بصح هذاك ما كانش أمس مباراة. المجموعة والفريق هي ديما قوي على لاعب واحد. 1 2 3 الحصة التدريبية جرت بحضور أنصار المنتخب الذين هتفوا باسمه وباسم الجزائر على أمل الفوز على كوت ديفوار. قالك لي زونغولي يقولوا ماليمبي ماليمبي بايلونج، يعني واحدة نروحوا بعيد. كابين دار انا رايحين وان شاء الله تحب كوت ديفوار غادي ندير لهم كيما درنا مع المالي، يا غا ما خلعناش كاع ما خلوناش. وي والله ما نخلو هذا الفريق هذا، فرحنا يا خويا ملي بدا هو يفرح فينا وحنا هنايا ما نفرحوش، نفرحوا ونزيدوا كاع. على هذه الزغاريد سوف ننتقل إلى لواندا. معنا منذ قليل محمد جمال من خلال الصور التي بعث بها إلى الجزائر. جميل جدا أن نرى عنتر يحيى بهذا التفاؤل، نرى حليش وهو يقول لا يخيفنا لا دروغبا ولا غير دروغبا كما لم يخيفنا ديارة. كيف هي الأجواء والاستعداد لكوت ديفوار؟ مساء الخير كريم، مساء الخير مشاهدينا الكرام. أجواء مريحة كما استفى جمال واستفت أنت كريم في داخل مجموعة المنتخب الوطني الذي استأنف التدريبات في حصة تدريبية استرخائية. الشيخ سعدان يركز فقط على الاسترجاع والاسترخاء، الجو حار جدا هنا ونسبة الرطوبة عالية أيضا، الكل يريد أن يسير مباراة بمباراة كما فعل المنتخب الجزائري، بداية بمباراة مالي ووصولا بمباراة أنغولا بلواندا، تبقى الآن مباراة كوت ديفوار. الكل متفائل كما تابعنا وتابعتم، ولكن الكل واقعي، الكل يؤكد أن قوة المنتخب الجزائري هي هكذا، عندما ينسى ما فعل في الماضي ويفكر في المستقبل القريب. المستقبل القريب هو يوم الأحد بحول الله عندما تواجه الجزائر كوت ديفوار في مباراة عالمية مونديالية قبل الأوان. الكوت ديفوار في كأس العالم، المنتخب الجزائري تأهل لكأس العالم، المباراة تعيد بالكثير ونتمنى أن نكون في المستوى، وأظن أن الأشبال المنتخب الوطني سيكونون في المستوى. بعض الإصابات أشرنا إليها، رفيق صيفي يخضع للعلاج المكثف، إصابة بطمور لا تدعو إلى القلق، وكل المجموعة باقي المجموعة بخير والحمد لله. بزاز ياسين غادر اليوم لواندا متجها إلى فرنسا للعلاج، والبقية تأتي بحول الله.
طيب سامي نور الدين، قدمت لنا تقريبا كل المعطيات والمعلومات التي كنا نود أن نتعرف عليها، ربما للجمهور الجزائري، ما الفرق بين لواندا وكابيندا سواء بالنسبة لأحوال الطقس، للظروف، للملعب الذي ستقام عليه مباراة الجزائر كوت ديفوار؟ الفرق في الجو، يبقى حار هناك، ولكن مقارنة بلواندا، لواندا أكثر رطوبة أكثر حرارة، في كابيندا وهي أكثر في الشمال، والشمال هو أكثر برودة، يعني الجو لطيف أكثر. وأيضا نأتي إلى من ناحية الفنية والتقنية، ميدان ملعب تشيزا هو أحسن بكثير، لا مقارنة، لا مجال للمقارنة بتاتا بين ميدان ملعب 11 نوفمبر، ليبقى تحفة، ولكن من ناحية تقنية اللاعبون اتصلنا بهم وحدثونا كثيرا على الوضعية الرائعة وجاهزية هذا الميدان لأداء فني راق بالنسبة للنخبة الوطنية. طيب في الأخير، سوف لن نتعبك كثيرا مع هذه الحرارة والرطوبة، سامي نور الدين، هل وصلت هذه الأصداء الجميلة للفرحة عبر وطننا إلى اللاعبين، عبرك أنت وعبر كل الزملاء من الفريق التلفزيون، هل يعلم طاقم المنتخب الوطني بهذه الفرحة الكبيرة بعد تأهل المنتخب؟ تماما، الثقة كانت كبيرة جدا في بأن الشارع الجزائري كان يتابع عن قرب كل ما فعله ويفعله الخضر هنا بلواندا. المباراة الأولى كانت عطرة، الكل نسي تلك المباراة التي لا نريد أن نتكلم عنها كثيرا، الكل عرف وعلم أن المنتخب الجزائري كان خارج الإطار في تلك المباراة، ولكن الكل كان يعلم أن المنتخب الجزائري له جاهزية، له إمكانيات، له قدرات خارقة في بعض الأحيان أبهرت الجميع، حتى التقنيين هنا من أكبر النوادي يمدحون كثيرا المنتخب الوطني الذي يبقى بسيطا في تفكيره ويسير مباراة بمباراة. كل شيء وصل إلى هنا، حتى نحن وصلتنا الأخبار السعيدة أن الشارع الجزائري يبقى دائما يتتبع كل كبيرة وصغيرة ما يفعله المنتخب الجزائري، وطبعا هذا أسعدنا كثيرا وأسعد الناخب الوطني ربح سعدان وأيضا كل الطاقم.